بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يتفضل الله سبحانه وتعالى على عباده بمواسم يترحم فيها عليهم وبهم، ويتفضل عليهم فيها بالأجر والثواب، كموسم العشر الأيام الأول من ذي الحجة، وكموسم يوم عرفة، وكموسم يوم عاشوراء، وغيرها من المواسم الكثيرة التي يتضاعف فيها الأجر ويعظم فيها الثواب. ومن أعظم هذه المواسم أيها المباركون موسم شهر رمضان المبارك، أعظم مواسم الرحمة الذي يتفضل الله سبحانه وتعالى فيه على عباده فيفتح أبواب رحمته. هذه الرحمة التي وسعت كل شيء، كما أخبر الله سبحانه وتعالى فيها عن نفسه فقال: ورحمتي وسعت كل شيء. كلنا يسأل هذه الرحمة ويطلبها، والإنسان بلا رحمة الله سبحانه وتعالى لا هو محصل لأي شيء من التوفيق للعمل الصالح، ولا هو محصل لأي شيء من الثواب يوم القيامة، فهو دائر بين رحمة الله سبحانه وتعالى في الدنيا أو في الآخرة. هذه الرحمة أيها الأخيار يتأكد عنوانها وتتأكد ومواسمها في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان المبارك الذي فيه المغفرة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. إذن هو موسم رحمة وموسم مغفرة وموسم عتق من النيران، فهو فرصة. إلى السماء تجلت نظرتي ورنت، وهللت دمعتي شوقا وإيمانا، يسبح الله قلبي خاشعا جذلا، ويملأ الكون تكبيرا وسبحانا، جزيت بالخير من بشرت بالشهر محتسبا، إذ هلت الأفراح ألوانا، عام تولى فعاد الشهر يطلبنا، كأننا لم نكن يوما ولا كانا، حلت بنا نفحة الإيمان فارتفعت حرارة الأشواق في الوجدان رضوانا، يا باغي الخير هذا شهر مكرمة، أقبل بصدق جزاك الله إحسانا، أقبل بجود ولا تبخل بنافلة، واجعل جبينك بالسجدات عنوانا، صدق المال وابذل بعض أعطية، لن ينقص المال لو أنفقت إحسانا، تميرة في سبيل الله تنفقها، أروت فؤادا من الرمضاء ظمآنا. هذه الرحمة أيها الأخيار لا تعز على طالب. الله سبحانه وتعالى خلقنا ليرحمنا لا ليعذبنا. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذه الرحمة أيها الأخيار لا تعز على طالب أبدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما واقفا مع أصحابه، وكانت امرأة تبحث عن ولدها في السبي، ولد طفل رضيع، فما إن رأته حتى أخذته وضمته إلى حضنها، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي قادرة على ألا تطرح. قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. لكم أن تتخيلوا أيها المباركون عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى في هذا الوصف: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وجد رحمة الله إبراهيم عليه السلام حينما طرح في النار، النار المحرقة، ولكنها كانت برحمة الله سبحانه وتعالى عليه بردا وسلاما. وجد رحمة الله يوسف عليه السلام حينما ألقاه إخوته في البئر وهو غلام صغير، فوجد رحمة الله بأن أخرج من هذا البئر. وجدها يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، فأدركته رحمة الله فأخرجه الله من هذه الظلمات. وجدها محمد صلى الله عليه وسلم حينما طرد من مكة وطرد من الطائف، وحينما ذهب إلى المدينة والتف حوله الأحزاب، وجد رحمة الله سبحانه وتعالى، فكانت المدينة عاصمة الخلافة، وكان محمد هو نبي الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخيار، هذا الشهر هو شهر الرحمة، وهو الفرصة لأن يتلمس الإنسان مواطن رحمة الله سبحانه وتعالى بالذكر، بالدعاء، بقراءة القرآن، بالصلاة، بالصدقة، ببذل المعروف، بالبر،
بالإحسان، هذه هي رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو موسمها، والعمل الصالح ميدانها. وفقني الله وإياكم لأن نكون من أهل رحمته في الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.